السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم كما وعدتكم حبيت ندير لكم روتيني في المنزل، سما الاعمال اللي نديرها كامل في المنزل كي نوض الصباح. بون لهنا صالون اللي نقعدو فيه كل يوم، ديجا التابي نحيتو نشرتو. بون لهنا راح نحل بسكو اليوم شمس، دونك نحل الطاقة باش هو الدار تدخل قايله مليح. ومن بعد راح نبدا نفرز كما تعرفوا في السهره، واحد يتكا واحد يقعد واحد، دونك تصبح الدنيا مخلطه. لهنا راح نحي نقلب المطرح تاعي نغطي، عفوا نغلفه. وحبيباتي ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو باش ندير لكم يوميات نتاعي اكثر، نشارككم معاها في كلش. ومن خلال هذا الفيديو راح ندير لكم فيه وصفه تاع المحاجب بطريقتي الخاصه، وراح تشوفوا ابوبري دارنا، تسمى جوله في دارنا كيما راكم تشوفوا. راكم تعرفوا باللي نساء كامل يحبوا مطارح تاع الصوف، ما على بالش اذا ماماتكم كيما ماما امبوسيبل تتنازل على المطرح تاع الصوف. مام عندنا لي فوتوي، بصح هي عندها مطرح الصوف حاجه اساسيه في الدار. بون لهنا عدلتو، بيان سور كامل راح نعدلهم بنفس الطريقة، بنفس العدلة. إذا كنت جديدة معايا في القناة ما عليك غير تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك أي جديد، ويوصلك ثاني وش راح وين راني رايحة الايام الجايه ان شاء الله. بون لهنا راح نحي الطابله هذه تاع الصالون الاخر، والطابله تاع الصالون الاخر جبناها لهنا باسكو الاخرى ثقيله، رديناها دوك تشوفوها باسكو الطابله الاخرى كحله وبيضه زي تاع التلفزيون. لهنا راح نمسح الغبره تاع هاد لي بيبليو، والبنات الاسبيراتور اسبيريت الزربيه الاخرى سما ما درتهاش، وثاني الدنيا من بعد كنستها سما اختصرت لكم، ماشي كل شيء حوايج تافهين نعطي لكم، جوست حبيت نشارككم بركه في يومياتي، يوميات ما كفا في البيت. لهنا الميبل دو شوسور راح نمسح الغبرة تاعو. لهنا راني حاكمة التليفون بيد، عليها راني نخدم بيد وحدة. لهنا دخلت الصالون الاخر، بيان سور راح نفتح طاقة. بون هو ما نوتيليزيوش هذا الصالون، هاي طابلة اللي قلت لكم عليها برسك معدول، جوست نفض برك المخاد. لهنا جداتي دايما تقعد، دونك هاي سجادة ديجا تاعها والهيك البروتاجي تقعد عليه. كيف كيف راح نعدلو كيما الاخر. الكوزينة بعد راح نرجع لها هي اخر حاجة. بون سال دو بان تواليت ديجا كي نوض الصباح نحل عينيا ندير لي بيزوان تاعي، ومن بعد نغسلهم سما مع صباح بعد راني ديجا غسلت التواليت حشاكم ولافابو كلش، تبقى لي غير المرايا بعد كي نقعد نخطف وقت نمسح فيها المرايا. حطيت القشي تغسل. لهنا لابوبال وجدتها لخويا باش حشاكم يطيشها، خلاها وراح. بو هنا القطايف اللي درت لكم ان شاء الله راح تشوفوها في فيديو جاي. لهنا راح نوجدو
المحاجب مع بعضنا، درت 3 غمايق كيما هكا، كل غميقة ملعقة ملعقة هذه متوسطة تاع القهوة فيها ملح كيما راكم تشوفوا. بصح الدقيق اللي ديري بيه او السميد اللي ديري بيه المحاجب لازم يكون رطب. انا خسارة كي قلت لهم بلي راح ندير محاجب، كي رحت لقيت غير الحرش باسكو شراو كيما على بالكم البراج هاد الايام، دونك تحتمت اني مادام وعدتهم لازم ندير، سينو يجيو ياكلوني انايا. درتو راح يجيني من بعد شويه ديفيسيل في الحلان، كيما نورمالمون اللي مالفين يديرون محاجب على بالهم بلي الحرش يجي شويه صعيب في الماء كي تحليها الحبه تاع المحاجب، وثاني يشرب الماء. بون لهنا جينا نتريكو نورمالمون سا سفي با نطلع هكا باسكو متحجبه، دونك حبست لاكام شمرت مليح على يديا وعجنت، ومن بعد نعتلكم. هنا جوست لميتها ما عجنتها ما والو، بليتها لميتها ولات عجينه متماسكه، راح نخليها ترتاح ونجيب الخضره تاعي. عندي لهنا كل حبه كبيره تاع بصل بزوز حبات طماطم صغار، ولا كل حبه كبيره تاع بصل حبه متوسطه بحبه صغيره تاع طماطم. اسمع هذا هو الكيل تاع الشكشوكه، وديري الفلفل كل طماطمه بحب فلفل كيما تشوفوا لهنا. الكوكوت درت فيها مغرف تاع زيت كبيره ولا زوز، سا ديبون على حساب، كيما لهنا انا درت زوز حقيقه. بون البصله تاعي قصيتها راح نداويها، راح ندير الملح كركم زنجبيل فلفل اسود فلفل احمر اذا كان عندك حار ولا حلو، انا خساره ما عنديش. وثاني تنجمي ديري الكرويه. لهنا انا ما بغيتش نزيد حتى اضافات، ملفى ساعات نديرها لهم بالفيونداشي، حاجب نزيد معها فيونداشي، بصح اليوم ديجا ما عنديش ما شراوليش ما نكذبش عليكم. وزيد انا حبيت نديرها على اصولها. لهنا زدت واحدة جامبو باش ينحي الكو تاع البصل، وزيد انا ما عنديش الفلفل الاحمر حار او فلفل عكري دونك درتو. كيما راكم تشوفوا تريكو تاعي كستو بالعجينه اللي راها راهو مرمد هكا، كي نكمل بيان سور راح نبدل القشي. بون لهنا خلطت البصل مع التوابل وراح نخليه يذبل. لهنا زدت قصيت الفلفل ومغرف هريسه زدتهم مع البصله تاعي. هنا الكويزينير تاعي نحيت لها الكارو اللي لداخل، غسلت ديجا الكويزينير بقى لي هذا، راح نزيد نغسله ومن بعد يركبها لي بابا ولا خويا. زدت طماطم في الشكشوكه تاعي وحطيتها تطيب، ورجعت للعجينه تاعي. ديجا شوفوا كي خليتها ارتاحت راهي طريه كيما يقولوا ناس بكري تعطيني الطوع، ما تخليني نعجنها. هنا راح نزيد لها الماء انه الدقيق تاعي يتشرب بزاف. بون الطريقه هذه البنات ما كومش راح تتعبوا معاها، خلاص جوست مرة على مرة، عندك 3 فوا، المرة الأولى تلميها، ثانية تعجنيها وتزيدي لها الماء، ثالثة تعاودي كيما يقولوا دخلي فيها يدك جوست تعجنيها عجنة خفيفة وتلوزيها، دونك ماكش راح تتعبي خلاص. هنا راح نشمر ونعجنها. بون المرة الثالثة كيما قلت لكم عاودت لقيتها طرية، ندهن بلاطو تاعي بالزيت وراح نلوز العجينة تاعي. شوفوا البنات راهي طرية والله تطرشق، كي خي العجينة كي تكون معجونة مليح تعود تطرشق، ما عنديش كيفاش نقولكم. لما الفين يعجنوا
يديرو، سينو ديري في البيتره كيما مالفه انا ندير هكا. البنات تدهني يديك وتلوزي بهذه الطريقه هكا. راح ندير قدامكم حبات ومن بعد نكملها كامله. بيان سور تغطي اللاجينه تاعك باش ما ديرش هذيك القشره من الفوق وتولي تشيح لك. مره على مره تغطي يديك في الزيت باش تجيكم سهله وتجي طريه الحبه. بون لهنا راح نعت لكم الحبه الاخرى كي تبقى العجينه اخر طرف راح ديروا لها بهذا الشكل باش تجي كيما الحبات كامل. بون هنا راح نكمل، كملت غطيتها بالبلاستيك وراح نخليها ترتاح. لهنا الشكشوكه تاعي راهي طايبه، راح نديرها في اناء ونخليها تبرد باسكو لازم ديريها باردة. هنا غسلت الماء نتاعي كامل، درك نحيت القش اللي شاحلي طبقته. درك نانا ناضت على 11 باسكو ديجا فطرت ورجعت رقدت. هذا وين نجمت نحل الطاقة تاع البيت، نفرز بلاصتي. هاد البلاصة تاع لاكارد كي نبات مع جداتي، كي نكون كارد نبات معاها في هاد البلاصة. ودركا راح نطيب الغداء تاعي بهذا الشكل. بون كيما قلت لكم راح تجيني صعيبه على المحاجب نتاعي، عليها راهي ما تيش تفتح لي باسكو الدقيق تاعي حرش تاع براج وتاع مقروض ماشي تاع محاجب. مي معليش مادامني مالفه دونك نجمت نتحكم فيها. شوفوا كيفاش كي تكون تتقطع لكم كيفاش لازم تديروا البنات. واذا حبيتوا راح نعاود لكم دقيق او سميد رطب باش ما تقولوش خديجة فايحة. هكا البنات. بون اللي حب تزيد الفرماج كيما حنا في الدار، كاين اللي يحبوا يزيدوا عليها فرماج وكاين اللي يحبوا ياكلوها غير بشكشوكة نورمال. دونك انتيا ولوغو اللي تحبيه تاكليه بيه. لافارس لازم تكون باردة وال وش اسمها العجينة نتاعك لازم تكون مرتاحة. ديجا انا حطيت زوز يطيبو باش نبريزونتي في الضربة. شوفوا حبيباتي ما تخافيش منها، نورمال ما جاتك مع الاول تجيك خرائط، وحدة خريطة الجزائر وحدة تونس وحدة، نورمال ما تخافيش منها. تبقاي انا قبل كانت كل وحده تجيني شكل، هنا ديري شويه زيت وتحطيها. كانت كل وحده تجيني شكل حتى والفت وليت نديرها مام اكبر من هكا. لهنا كيما قلت لكم العجينه شويه ما تتفتحش عليها، جاتني صغيره الحبه. مالفا نديرهم كبار ونورمال، كي تفوتي توالفي وتجربي قداش من مره ما كيش راح تخافي منها. كيما تشوفوا حبيباتي تقدري ديري كونتيتي صغيره تتعلمي فيها كل مره حتى تولي ديريها خير من ماماك. كيما انا درك ماما ولات ما ديرهاش هي، كي ولات تعول علينا انا واختي
عاد الحوايج هادو تخليهم لنا لينا حنا، دير غير حوايج الكوكوت. ولازم تتحرقي ثاني ساعة على ساعات، تقيسك الزيت ساعات سخانة، هذيك ما تحمليهاش. هذو لي زاكسيدون كامل يصراو في الكوزينة عادي جدا. بون حبيباتي راح نكمل طيب، راح تشوفوا الشكل النهائي. ان شاء الله يكون يعجبكم الفيديو هذا. باش اذا عجبكم شجعوني اني ندير لكم واحد اخر، وقولوا لي وش حابين وانا راح ندير لكم. شوفوا البنات جات خفيفة ومورقة وبنينة بزاف. بس فلا منعت لكم هذا الزوز حبات تشوفوهم قبل ما ياكلوهم لي زاباش اللي راهم يستناو. المهم البنات نتلاقى